بسم الله المعطي جلائل النعم المكرم لمن ناجاه بلطائف رحمته، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على حبيبه المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين. نحمده ونستنصره ونستعين به ونتوكل عليه، عزنا وفخرنا آباء الشهداء وأمهاتهم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة الحرام، نستعد ونتهيأ جميعا لنعيش نفحات عشرة محرم الحرام المفعمة بالدروس العظيمة، وإذ نتشرف اليوم بحضوركم المبارك في هذا الجمع الكريم لنبشن معا شعار البرنامج التعبوي لشهر محرم الحرام لهذا العام، مؤكدين على المعاني السامية التي نستخلصها من ثورة الإمام الحسين العظيمة. فالحسين عليه السلام ملهمنا وقائدنا، هو قدوتنا في الشجاعة، قدوتنا في الصبر والثبات، قدوتنا في كل المعاني السامية التي امتزجت بدمه الشريف ودم أصحابه وأنصاره وأهل بيته، لتقدم خلاصة كربلائية صافية صفاء الكوثر، ليستعجب منها الثوار والأحرار على مدى الأزمان. ومع تدشين شعار البرنامج التعبوي، ندعو للاستعداد للمشاركة في الفعاليات الإيمانية التعبوية التي ستقام في الخيمة العاشورائية لهذا العام، إلى جانب الفعاليات التعبوية الأخرى التي سيعلن عنها الائتلاف لاحقا، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لإحياء الشعائر الحسينية والاستفادة من الدروس الكربلائية. فعلى نهج الإمام الحسين عليه السلام نمضي في ثورتنا المباركة بوجه يزيد العصر حمد بن عيسى، معلنين البراءة من جرائمه، رافضين النزول على حكمه. فحمد بن عيسى رجل فاسق شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، ومثلنا نحن الثوار لا يبايع مثله. على هذا النهج نمضي حتى يكتب الله لنا إحدى الحسنيين، نصرا أو شهادة، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير 28 أكتوبر 2013 ميلادي، بلدة البلاد القديمة البحرين المحتلة. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.